FM. الكلمة ليك. اليوم سلك المعتمدين ولا وسيلة للانتداب، اللي هو زاد شيء مش معقول. اليوم في عوض أنه ناخذ الناس الكفاءات الإدارية متاعنا اللي هي باش تتحمل مسؤولية في الدولة في سلك بهذه الأهمية وبهذه الخطورة، ولينا ننتدبوا في ناس عمرها ما خدمت، ولت وكأنه سلك المعتمدين ولا طريقة لانتداب العاطلين عن العمل، وهي خطأ أيضا تواصل فيه الحكومة هذه نفس التمشي، رغم أنها بأكثر نسبة أول مرة تصير النسبة بهذا الحجم في حكومة سيد يوسف الشاهد. هذا يزيد أيضا شيء مش معقول. اليوم المعتمد مطالب بالحد الأدنى من الحياد، والإنسان اللي ما عندوش تجربة وما عندوش يعلق على القدرة لا مستوى علمي ولا تجربة إدارية ولا خبرة إدارية، يستحيل أنه ينجم يضمن حياده على مستوى التعامل مع مختلف الأطراف والحساسيات في 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 جهة اللي بيشرف عليها. وكما كنت نحكي لك، هذا باش يكون رئيس الإدارة، تصورني أنا غدوة بشوشرف معتمد على اجتماع فيه رؤساء الإدارات المحلية اللي موجودة تبعته، ولا الإدارات الجهوية من مديرين جهويين ولا من رؤساء مصالح محلية، بنى مستوى وبنى تجربة وبنى خبرة وبنى دراية باش ينجم يسير اجتماعات من هذا النوع، ولا باش ينجم يدافع على مسيرة التنمية في جهته، ولا باش ينجم يحل الإشكاليات. فما حد أدنى مطلوب اليوم للأسف الشديد ماهوش متوفر. الكلمة ليك.